مرحبا جميعا، يعطيكم العافية وإن شاء الله الله يمر المنخفض على خير. وحبيت أرجع مرة ثانية أفتح الموضوع نفسه اللي هو تكريم مجموعة من الفنانين في أمانة عمان بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، واللي كان في مجموعة من الشخصيات اللي ما كان المفروض أنهم يجوا مناسبة مثل هيك أتوقع، واللي ما لهم علاقة لا بإنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ولا بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله بن حسين، ولا يليق بالوقت اللي يمر فيه الأردن هلا حاليا هذا الحفل أصلا أنه يصير، ولا القيمة اللي اندفعت على هذا الحفل أو التكريم كان يفترض أنها تروح بهذا الاتجاه، كان لازم تروح باتجاه ثاني. خلينا بس مع بعض هيك راح نستعرض موضوعين كتير ضروريين، خلينا نسمع مع بعض. وهذا أغضب الكثيرين في الأردن بسبب الأزمة الاقتصادية ومقتل رجلي أم قبل أيام، فعلقوا على وسائل التواصل وركز بعضهم على تكريم حليمة مولد منهم. معناته الفكرة في الموضوع انه اللي صار التكريم اللي صار بهذا الوقت هو صار بوقت تمر في البلد بأزمة اقتصادية يمكن قاتلة عمرها ما مرت على البلد بهذا السوء او بهذه القساوة على البلد او بهذه القسوة على البلد. الشغلة الثانية شهدائنا اللي راحوا في مدينة السلط اللي لسه دمائهم ما نشفت وما جفت دموع اهاليهم، وكان المفروض من باب اولى انك انت تكرم هذول الشهداء او تكرم اهالي هذول الشهداء. الشغلة الثالثة تقصيرك أنت كأمين أو كأمانة عمان في حق مدينة عمان، في حق أنك أنت تنجز أو أنك أنت تقوم بالواجبات اللي المفروض أنك تقوم فيها، مثل ما شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي صورة عمال الوطن مثلا اللي كانوا بعز الشتاء وبعز البرد عم تنقلهم ببيك أب أو بديانة، وواضح جدا عليهم المعاناة من هذه وسيلة النقل اللي أنت أمنت لهم إياها. كان ممكن انك انت تمنحها مكافآت لعمال الوطن نفسهم، كان ممكن انك انت تمنحها لناس لهم انجازات في البلد، كان ممكن توجهها باي طريقه او باي شكل من الاشكال. خلينا نشوف مع بعض. محمد المطار ده يقول يقارب الامانه دفعت 25,000 دينار في تكريم. هذا المبلغ الاولى يندفع حق مرتبات انسانيه لنقل عمال الوطن في هالجو الفكريكا بهذه، وهاي هي الصوره اللي احنا عم نحكي عنها. المنطق والعقل يقول انه مش وقت احتفالات ولا تكريم فنانين من برا البلد، ولو صار فالاقربون اولى بالمعروف. الممثل الاردني او المثل الاردني يقول ما بتجوز صدقه واهلها جوعانين. انت في عندك مشاكل اقتصاديه في البلد، في عندك ناس عم بتدور على شغل، في عندك ناس مش لاقيه تاكل، كان ممكن انك انت توجهها بهذا الاتجاه. في ناس ميته من البرد في هذا الوقت، كان ممكن انت بال 25,000 هذول يعني تنعش اسر باكملها في الاردن. عدة بوستات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر استياء الشعب الأردني بشكل كثير كبير سواء في الداخل أو في الخارج، واللي ممكن أنا بدي أرجح واحد من البوستات، أو قبل ما أرجح واحد من البوستات خلينا نشوف لوين وصل الموضوع. وصل معنا لعند مجلس النواب، مجلس النواب في عندنا النائب أقاموا على حساب أمانة عمان وعلى حساب الشعب الأردني. نائب يصرح انه امين عمان، طبعا زي ما احنا كلنا متفقين انه اقام هذا الحفل على حساب الشعب الاردني وعلى حساب امانة عمان، ويمكن او مش يمكن بالتاكيد كان قرار خاطئ. والذي حضر الاحتفال لاحظ كميه المبالغ التي تم صرفها بهذا الحفل، لذلك اوجه سؤال الحكومه ما هو المبلغ الذي تم صرفه في هذا الحفل وعلى حساب من اقيمت هذه الاحتفالات، وخصوصا ان الاحتفال جاء في وقت لا يزال الأردنيين يستقبلون العزاء في بيوت العزاء في شهداء، فهذا هو تكريم أمين عمان لأولاد الشهداء. ليس ذلك فقط، فأمانة عمان أيضا بشكر النائب على موقفه. ما يعني سؤال جدا مطروح، كم دفعت يا أمانة عمان على هذا التكريم؟ ليس فقط للدروع، ليس فقط للحجز المسرح، ولكن يمكن إقامات الناس، يمكن مواصلات هاي الناس اللي جاي تتكرم وإلى آخره. خلينا نشوف كمان. هلا الأحلى من هيك إنه إحنا كنا نستنى إنه أمين عمان يطلع يصرح إشي يعتذر ياخذ مسؤولية الأخلاقية والمعنوية لهذا الحفل اللي قاموا فيه، لكن بحكي لك هدفنا من دعم حفل فني وطني نظمته مؤسسة الأمل للإنتاج الفني كان بدافع وطني نبيل احتفالا بمناسبات وطنية غالية على قلوبنا. احتفال وطني وجبت هاي الشخصيات، اوكي اترك للناس التعليق. التصريح الثاني من أمانة عمان على السوشيال ميديا برضو بقرأه، تنظيم الاحتفال
شابه بعض الأخطاء التي لا تخرجه عن طابعه الوطني التي سعت أمانة عمان لرعاية دعما للمنتج الوطني الهادف. ما بعرف أنت كيف دعمت المنتج الوطني الهادف بهذا الحفل التكريم بهذا التوقيت اللي أنت اخترته. الأهم من هيك خلينا نشوف رد حليمة بولند على هذا على موجة الانتقادات ومن موجة الاستياء اللي صارت في الشارع الأردني. خلينا نشوف شو رأيك. تقولين بأنك ستقاضين من أساءوا إليك، كيف تتقاضي؟ أهلا مرحبا مساء الخير عليكم جميعا، سعيدة بوجودي معكم اليوم، وأنا كالعادة دائما أعمل ضد وإثارة ضد في أي مكان أحب فيه وببعد جزء من الكاركتر الخاصي لكن حاليا بولن تحكي لك أنا شخصية مثيرة للجدل في كل مكان بحل فيه مع ضحكة جدا جميلة يعني بتجنن وصوت ما شاء الله عليه بتجنن. لكن الفكرة مش انت تثيرين الجدل لانك انت عندك انجازات، لا انت تثيرين الجدل لانه انت وجودك في هذا المكان كان جدا خطأ يا حليمة بولن. كان وجودك في هذا المكان خطأ في هذا التوقيت في هذا التكريم. الحق مش عليك، الحق على الناس اللي بعتت وجابتك انها تكرمك بمناسبة مثل هاي. انت ما لك علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد، شخصيتك انت حرة فيها وطريقتك بالشغل انت حرة فيها والشغل اللي انت بتعمليه انت حرة فيه، دلعك ودلالك انت حرة فيهم. هذا كل الحكي، احنا ما حدا له دخل يتدخل فيك فيه، لكن احنا لنا دخل انه احنا نتدخل وين مقدرات الوطن قاعدة بتروح ومتى انت جاب او حكوا معك انك انت تيجي علشان يكون تكريمك وشو المناسبة التي تم ربط تكريمك فيها في الاردن وتناسي كل الالام اللي مر فيها الاردن. فانت كشخص احنا ما لنا علاقة فيك، انت حرة في حالك، انت تعكسي افكارك وتعكسي معتقداتك وتعكسي الاشياء اللي انت بتامني فيها، لكن احنا كشعب اردني لنا الحق انه احنا نعترض. اليوم انا يعني اساس مقابلتي للتاكيد على شيء واحد، حبي لبلد الثاني الاردن لا تزال عليه، ولا احد يستطيع ان يشكك في مدى حبي وعشقي لهالبلد اللي دائما وابدا يستضيفني ويحتضنني. طيب برضو بتحكي لنا حليمة بولند انه انت ما بتقدر تشكك في انا حبي للاردن. حبيت استذكر مع بعض هيك فيديو كتير سريع خلينا نتفاجئ فيه مع بعض، ما بعرف يمكن هي بتحكي انه حبها للاردن اكبر من اي شيء ثاني، فخلينا نشوف كيف حبها للاردن. خلونا نشوف مع بعض بس هيك في مقابله صغيره على نبض البلد طلع فيها محمد المجاري وكان فيه شويه اراء صراحه يعني ما بقى. يعني ممكن انت لما تسمع الاراء اللي هو بيحكيها تعرف ليش هو جاب هذول الناس او كيف هو بفكر. استاذ محمد ابدا منك، اقمتم حفلا اثار جدا واسعه انتقادات واسعه تعليق. انا مستغرب ليش يثير جدل، احنا دائما بنحب نزرع الفرح ونعمل شيء يعني وبتستاهل الأردن إنه نزرع فيها الفرح والروح السياحة فيها. أنا مستغرب من كل الهجم اللي صارت علينا مبارح، إيش اللي إحنا قدمناه في خطأ؟ هذول الفنانين كان لهم دور في ترويج السياحة الأردنية من خلال برنامج جواز سفر، أنا سبق أني استضفتهم ويعني مستغرب أنا. محمد المجاري بيستغرب ليش الأردنيين زعلانين، ليه زعلانين؟ ليه زعلانين؟ انا جبت لكم حليمه بولند، جبت لكم انا بين الهلال، جبت لكم كثير ناس، انتم ليه مستغربين اني انا عامل هذا الانجاز؟ يعني اللي صاير امبارح شفته على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانوش مبرر. انا مش ما في اي مبرر تعملوا هيك، انت لا ترى مبرر بكل هذه الضجه والجلبه اللي صارت يا عمي. مصر يوميا بتقدم شهداء وبموت فيها ناس بسيناء ودنيا والفرح بقوم، الحياه الفرح لازم يستمر. ما لازم تزعلوا على الشهداء اللي راحوا ولا لازم يكون في لكم موقف، الفرح لازم يستمر. الحياة بدها تكمل، الحياة بدها تكمل، انتوا ليه زعلانين؟ ليه زعلانين؟ مش عارف شو بدي اقول لك والله، مش عارف شو بدي اقول لك. بعدين الاردن بحاجة لفرح. الاردن انتوا بحاجة لفرح، انتوا عندكم وضع اقتصادي سيء، افرحوا. ما في خطر، يعني بعض الناس بتعرف. خلينا نشوف رأي الصحفي. رحم الله شهداء الوطن أولا، ثم رحم الله زميلنا صالح العربيات، رحم الله الصحفي، وكل الموطنين الفرح. عرس خطوبة نجاح ايا كان، ما تم لا يعني من المكرم او من المكرمين او من يكرمهم، لا يعني هذا الامر، يعنينا ان هذا الامر تزامن مع اليوم الثالث لوفاة او استشهاد كوكب من شهداء الاردن. الحفل كان في اليوم الثالث لاستشهاد كوكب من شهداء الاردن، يعني انت ك
كراعي لهذا الحفل او كمنظم لهذا الحفل ما كان عندك اي وعي باي شيء بيصير في الاردن، ما كنت عارف شو قاعد بيصير، ولا عندك اي ادنى احساس تجاه الشعب الاردني. ليش ما تاجل التاجيل؟ لانه في ظرف خاص. ليه ما تاجل؟ في ظرف تمر به الدوله الاردنيه والاردنيين جميعا نمر بظرف كلنا نعرفه. يعني انا امبارح طلعت على السوشيال ميديا وحكيت انا صار لي 4 ايام نعمل بروفات انا والاستاذ عمر عبد الله بوجه له تحيه من خلاله. هلا محمد المجالي بحكي لك انه انا ما اجلت الحفل لانه له 4 ايام قاعد اعمل بروفات وطلعت على السوشيال ميديا وحكيت. خليني بس افرجيكم شو حكى على السوشيال ميديا. شو حكى محمد المجالي للشعب الاردني ردا على الاستياء. ما صورتني محمد المجالي يفتخر انه مع حليمة بولند. اوكي بالبقلك يعني مش كثير راح تبعد عن حليمة بولند او عن اي حدا ثاني، يعني احنا متوقعين انك تفتخر. اللي بيبقى يزعل بيبقى واللي بده يزعل يزعل واللي بده يزعل يخبط راسه في الحيط. اللي بده يزعل ما راح يخبط راسه في الحيط، اللي بده يزعل راح يكسر راسك ان شاء الله. اجت احتفلت بعيد ميلاد الاردن، الله يعني علي مراتبك، يعني ان شاء الله يا رب الطاسة اللي عندك تقدر تستخدمها. اذا فكرت شوي راح تعرف انه مش عيد ميلاد الاردن. عيد ميلاد سيدنا. ايوه هي فكر شوي وعرف انه عيد ميلاد سيدنا. تحكي لك لولا محبة الأردن كان ما جيت من الكويت لهون، لولا إنه في عنا العيد الوطني. طبعًا أنت لولا محبة الأردن إحنا ننسى في فيديو أنت رحت حكيت فيه الأردنيين ولاد كلب، الأردنيين كلب أحسن منك أنت شخصيًا. خلينا نحكي ما أسأنا لحدا، لكن أنت مرة بتحكي ولاد كلب مرة بتحكي حبايبي، فإحنا مش فاهمين عليكي، ما تستاهل تكرم عنا بهاي المناسبة تحديدًا. خليتني أحتفل مع أهلي الأردنيين في حياتهم. أنت شرفتينا وجيتي وأم عزيز. بحكي لها انت شرفتينا وجيتي واخت عزيزة وغالية. هلا هي اختك ما راح تفرق كثير، انت حر في حالك، لكن شرفتينا هي شرفتك انت لحالك. اتوقع الاستياء الموجود في الشارع الاردني كافي للتعبير عن انه هو ما تشرف بزيارة حليمة بولند في هذه المناسبة بهذا التوقيت بهذا الوضع الصعب الموجود. فيش غيرك انت تشرفت، فنرجوك تحكي عن حالك. ولا تمس والله محبة الشعب الأردني كبيرة لا يحسن خليط. كل احترام أختي وحبيبتي حليمة بولند اسمك. أنا حليمة بولند أخته وحبيبته بس عشان نعرف. بفتخر وبعدين حليمة يعني واحدة بالنسبة لي مهمة جدا. حليمة شخصية عظيمة اسمها، لو ما كانت شخصية جدلية كان ما الناس اختلفوا عليها. زلمة عميق، لو ما كانت شخصية جدلية الناس ما كانت اختلفت عليها. والله انت اللي شخصية جدلية وانا بدي اختلف عليك. وبعدين فكفة بس قلنا لها تعالي، بس قلنا لها تعالي اجت قالت لي انا جاهزة وجت والتقدير والناس الزبالة. رسالة من محمد المجالي للشعب الاردني اللي استاذ بيحكي انتو الناس الزبالة اللي زعلتوا. والله ما حدا زبالة غيرك، لانه انت تفكيرك زبالة وطريقة تقييمك للامور زبالة وشخصيتك زبالة وطريقة حكيك كمان زبالة. الناس زبالة بيعرفوا حالهم مين هم، لانه هيك هو عارف حاله انه هو شخص اكثر من انك انت تعبره. يعني يمكن اذا بدك تعبره تحكي عنه انه هو شخصية زبالة، لكن انا لو اني مش على الكاميرا او مش راح ينزل هذا الفيديو على اليوتيوب كان حكيت لك اكثر من انه هو ايش شخصه وايش تفكيره وايش شخصيته بإشي يمكن يليق فيه اكثر من نحكي عنه زبالة، لانه الزبالة تترقع ان انا احكي عنه انه زبالة. فهذا كان رد محمد المجالي، شخص لا يستطيع تقييم اي امر، ما مستغرب ليش في استياء ومستغرب ليش في زعل. وبحكي لك الناس اللي زعلت هي ناس زبالة وحليمة بولند هي بنت العالم والناس.
انا ما بحكي عن حريم بولندي خرب حالها تسوي اللي بدها اياه، ما لي علاقه فيها، لكن لي علاقه بانك انت محمد المجالي من اكبر العائلات، الاسم عائلتك من اكبر العائلات ومرتبط في الاردن وتاريخ عريق والى اخره، وتقلب على الشعب الاردني عشانك قاعد جنب حليم بولند تحكي لها انه هي على راسك وانت تشرفت فيها، والناس اللي في الاردن هم الناس الزباله، الناس اللي عارفين حالهم، انت الشخص الزباله وانت ما بنعتبرك واحد منا. هذا بالنسبة لاستياء الشعب الأردني وردود كل من حليم بولند ومحمد المجالي على هذا الموضوع. لكن المؤسف في الموضوع أنه لحد اللحظة أنا ما شفتش شيء من أمين عمان اللي هو كل هاي الضج أصلاً قايمة بسببك. أنت لازم تطلع وتحكي، وأنا بنصحك نصيحة أخوية أنك أنت أقل ما يمكن أنك تعمله أنك أنت تستقيل منصبك، سبيشالي بعد التكريم اللي أنت عملته بتوقيت كثير غلط، طنشت دم الشهداء الموجودين، ربطت عيد ميلاد جلالة الملك بشخصيات ما لهم أي أدنى علاقة بالموضوع ولا يرتقوا لأنك أنت تحتفل بجلالة الملك بهذه الطريقة. الإنفاق ال25,000 دينار أو الأكثر أو الأقل اللي أنت صرفتهم على هذا الحفل اللي هم كان المفروض يتوجهوا لمكان ثاني، وفي كثير أوجه بحاجتها لهذه الفلوس، وغير هيك الكوارث الطبيعية اللي قاعدة بتصير وفيضانات والناس اللي قاعدة تفقد والسيارات اللي قاعدة الناس تخسرها والخسائر اللي قاعدة بتصير المادية في الأردن بسبب الأحوال الجوية، لأنه في إهمال في الصيانة، في إهمال في التنفيذ، في إهمال في كذا، غير عن الانهيارات اللي قاعدة بتصير بسبب الأحوال الجوية. ما أحكي إنه مش لازم تصير كوارث طبيعية، لكن لازم يكون في عندنا خطة كيف إحنا نتفادى هاي الكوارث الطبيعية أو إنه إحنا نعرف نتصرف في هذا الوضع. بترك الرد أكثر للناس لحتى يحكوا بهذا الموضوع، ويعطيكم ألف عافية.